أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا كلام جميل. البدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، سواء أكان هذا في القضايا العلمية أو في القضايا العملية. فإذا جاء النفاة كالجهمية والمعتزلة فإنه لا يرد عليهم بالتزام قواعد باطلة أو بالتزام ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، أو باعتقاد تقديم العقل على النقل، أو بترك لزوم مذهب السلف، فإن هذا كله مسلك باطل. إنما البدعة تدفع بالسنة. كذلك في الأمور العملية، إذا جاء إنسان وابتدع بدعة عملية فلا ينبغي أن يقابل ببدعة مقابلة. يعني إذا جاء بعض الناس فتعبدوا لله عز وجل بالحزن في يوم عاشوراء، ما رأيكم لو أن الآخرين قابلوهم بإظهار الفرح في يوم عاشوراء لأجل أن نقابل تلك البدعة؟ هل هذا مسلك حسن؟ ليس مسلكا حسنا. إنما البدعة تدفع ببيانها وتدفع بالإرشاد إلى السنة، أما أن تدفع البدعة ببدعة هذا أمر ليس بصحيح. فكلمة الشيخ ها هنا كلمة حسنة جدا، وينبغي أن تحفظ: البدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.